أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ويا رب الصائم. الجنة ونعيم أزد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد. أشراق بدر في الكون أشراق، يا ربي صل على محمد. أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد. المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد. أحلى الورى منطقا وأصداق، يا ربي صل على محمد. أفضل من بالتقى حقا، يا ربي صل على محمد. من بالسخاء والوفاء دخلا، يا ربي صل على محمد. واجمع من الشمل ما تفرغ، يا ربي صل على محمد. أصلح وسهل ما تعوض، يا ربي صل على محمد. وافتح من الخير كل مولى، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشى، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الوارح برهانه، المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه،
فعال مجموع جميع شعله خلق الخلق الحكمة وتوى عليه عمه وبسط له من فائد المنة ما أجرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عمله بالشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي ورد من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وجعلت ترى الوجود لها أكناف الوجود وطرز البرد الأعمال بفتراج تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع الذي انقضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فلح الحمد لله لا تناسل أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة طردات أي صرد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر لتصر به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور وغلى الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن على المقام وتناى في مجده وتعالى لا أذن والعيان في مجزرة بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوع من مغرات رفعة في سؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وسم الإنسان ويحارب بتعقل معانيه الجنان إن نشا منه بعالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم بإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه الإشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله